تطبق الاستبيان الذي تفترض أنه يقيس ما يدعي أنه يقيسه صدق ثبات، وأنه لو استخدمت الاستبيان في أي منطقة من البلد التي أنشئ فيها سيعطيك نفس النتائج. طب ماذا لو كان الاستبيان إنجليزي؟ سنترجمه ونعمل له عملية اسمها تبييض في زيادة الأثار النفسية للأزمة السورية أو للأزمة العربية في الربيع العربي، مصادر الصراع، علشان يبقى فيه بعد كده ايه هي السياسات اللي ممكن تتخذ او ايه البرامج اللي يمكن سيادتها. طبعا المؤتمر بيتناول موضوع التعليم ودوره وكذلك دور البحث العلمي في وقت الأزمات، مع التركيز طبعا على الأزمة السورية. وليه؟ لأن الكلية بصدد تأهيل أخصائيين نفسيين للتعامل مع الأزمة وتوابعها. فالهدف من المؤتمر إثارة الاهتمام وزيادة الزخم المجتمعي للتوعية بالثقافة النفسية والتوعية بأهمية دور الكلية في تأهيل الأخصائيين النفسيين للتعامل مع الأزمة. الوضع الراهن للكلية إن فيها برنامج للبكالوريوس في علم النفس وبرنامج للماجستير، وبيقدم في البرنامج عدد من المقررات الدراسية منها تطبيقات عملية وتدريبات وتناول نظري لفروع علم النفس المختلفة. النجاح قايم على أساس إن العدد الطلاب عدد مثالي، اصطف مؤهل ومتخصص أساتذة جامعة من مصر وسوريا والأردن، وبيغطي تخصصات علم النفس والطب النفسي. فده وفي مرونة إدارية، إن الإدارة على درجة عالية من المرونة وسريعة في الاستجابة للتغيرات المطلوبة. يعني في أي وقت بيتم إدخال التغيير المطلوب لتحسين الخطة الدراسية. الكلية معنية بإجراء دراسات علمية، و إن شاء الله يخرج من المؤتمر توصيات بحثية، إن إجراء يعني يتم إجراء عدد من الدراسات العلمية للتعامل مع الأزمة. وأنا شخصياً يعني أرجح وأرشح إجراء بحث عن أهم المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه المتضررين من الأزمة في المجتمعات العربية المختلفة وفي تركيا. يعني ضحايا الأزمة في مصر وفي سوريا وفي تركيا وفي دول مختلفة. طيب نشوف ايه أكثر المشكلات انتشارا. البعض يقول ايه الإدمان، البعض يقول القلق، البعض يقول الاكتئاب، البعض يقول مشكلات كذا وكذا. طيب نشوف ايه أكثر المشكلات انتشارا، وده هيساعد في تصميم خطة للمواجهة، بحيث يبقى عارفين ايه الأولويات، نركز على أنهي مشكلة، المشكلات الأكثر انتشارا. أكيد الأزمة نتج عنها أضرار ونتج عنها برضو فرص للنمو. فلما أنت بتقيم توابع الأزمة مزاياها، حققت مزايا، في ناس حققت طفرة، حققت نجاح واستقلالية ونضج، بنسميه نضج ما بعد الأزمة. وفي ناس يعني تعثرت نفسيا أو حصل لها ضرر نفسي نتيجة الأزمة. فبنشوف هنا مين الأكثر انتشارا، الجوانب الإيجابية الناتجة عن الأزمة ولا الجوانب السلبية. طب الجوانب السلبية فيها أضرار مختلفة، نشوف برضو مين الأكثر انتشارا فيها علشان يبقى فيه فرصة للتدخل. يعني الكلية معنية أيضا بالوقاية، مش بس تقديم الخدمات الإرشاد النفسي والعلاج النفسي الناتج عن للحالات الناجمة عن الأزمة. الوقاية بمستوياتها الثلاثة، في وقاية أولية يعني وقاية المجتمع بشكل عام بنشر الثقافة النفسية علشان ما يحصلش أي معاناة نفسية نتيجة نتيجة الأزمة. فدي بتبقى إيه؟ بنسميها الوقاية الأولية لكل المجتمع. بعد كده في الوقاية السنوية، يعني بنعمل إيه؟ بنعمل الناس اللي أصابها أضرار نفسية بنساعدها على الوقاية، بحيث إن يعني مع العلاج ومع الوقاية ما تزيدش عندهم المتاعب النفسية أكتر من كده. وبعد الوقاية السنوية في وقاية متخصصة، الناس اللي وقعت خلاص وحصل لها مرض نفسي مزمن يتعمل لها وقاية، بحيث انه ازاي يتعافى ويتفادى المزيد من المتاعب النفسية. فده بيبقى بنسميه هرم الوقاية الثلاثي،
قاعدة الهرم لكل الوقاية الأولية، ثم الوقاية السنوية لمن أصيب ولمنع التفاقم المضاعفات الناتجة عن الأزمة، والوقاية الإيه المتخصصة دي لمن أصابه المرض بشكل مزمن، وبنساعده على إنه ما يقعش في مزيد من المشاكل، فدي تبقى الوقاية الإيه المتخصصة جدا. يعني في وقت كل الدلائل تشير أنه يجب أن نتخلى عن هذا الأمر بأيش، يعني كل الحلول متاحة أمامنا. استخدام نقطة الإحصاء مهمة جدا، نقطة التكميل والتعبير عن الظواهر بشكل كامل. لما نقول لا ده الاكتئاب قال، لا الاكتئاب زاد، لازم المقاييس النفسية، لازم الاستجابات واستطلاعات الرأي، ده علم. الحقيقة احنا بدينا هذه الكلية في الصيف الماضي، كلمني الدكتور عبد الرزاق وحكى لي ان احنا المشكلة، قلت له انا بعرف المشكلة السورية لان انا ذهبت لبعض المخيمات في لبنان وفي غيرها من الدول، فانا اعلم المشكلة، وانا اشعر ان هذا الشعب المشرد محتاج الى دعم، الناس تقف معاه، والدعم ليس دعم نفسي فقط، وانما مطلوب الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والدعم الاسري والدعم المادي والدعم في توفير مقومات الحياة، لأنه أنا شفت الناس في المخيمات محرومين من كل حاجة، وبالتالي هذا الحرمان لو مهما قدمت من دعم نفسي مش هيحل المشكلة. أنا محتاج الداعم النفسي يوصل رسالة ماذا يحتاج هؤلاء الناس، فدي كانت القضية، ومن هنا بدينا أن احنا نقول هنجهز متخصصين متعلمين واخدين دراسة أكاديمية واخدين دراسات تطبيقية علشان يقدروا ينزلوا ويعملوا البحث الجيد بدون تحيز، ويقدروا يقدموا الدعم النفسي لتحسين الحياة. يعني هنا الدعم هنا مش عشان الحالة، الدعم هو لتحسين جودة الحياة. لو الإنسان عايش في حياة جيدة هيستريح، لكن نقص الجودة هيؤدي إلى القلق وإلى التعب النفسي، وممكن يؤدي إلى الاكتئاب أحيانا. من هنا بدينا أن احنا ننشئ كلية، الأول كنا بنفكر في إعداد مرشد نفسي، تطور الأمر إلى أن احنا نعمل كلية العلوم الإنسانية والإدارية، والكلية بتدي درجة البكالوريوس في علم النفس. الطالب في الكلية بيدرس 8 سمستر، 8 فصول دراسية، والفصل التاسع بيقدم المشروع، مشروع التخرج. في الفصول الثمانية بيدرس المواد الأكاديمية على أحدث مستوى في العالم، وبنحاول نبلور هذه المواد أو المقررات في ضوء الواقع الموجود هنا، يعني مش الواقع الأوروبي أو الغربي، لا أنا بعمل هنا بدرس الواقع الموجود فيه الناس هنا، وأقول الناس دي محتاجة إيه، فمعلم الطالب ما هي الاحتياجات الضرورية لأبناء المجتمع السوري المقيمين في المهجر. إلى أي مدى نوفر تعليم جيد لأطفالنا سواء في الداخل أو في المهجر؟ أولادنا شكلهم إيه؟ طبعا عم بدرس علم نفس، الدراسة طبعا حلوة كتير، في يعني صح هي أونلاين ولكن هي فيها تماس مباشر مع الدكاترة، لأنه دائما أونلاين، دائما معنا، دائما في وظائف، دائما في تواصل، حتى لو صار مثلا انه مثلا بدك تستفهم عن شيء او كذا، الدكاتره معنا على طول الخط دائما، سهل الوصول لهون. ايضا طبيعه الدراسه دراسه لذيذه جدا، عم تعتمد على حالات عمليه، نحن لساتنا بالفصل الثالث ومع ذلك نحن بلشنا نطبق على حالات عملية، حتى نقض الحالات العملية عم يكون كمان نقض مباشر يعني، فكتير عم نستفيد منها. طبيعة الامتحانات فيها تكافؤ فرص، فيها عدالة. الحقيقة أنا ممنونة جدا للجامعة وممنونة جدا للانتماء لإلها، ومبسوطة فيها الحمد لله، ومبسوطة كتير. الاتصال مع الدكاترة المشرفين علينا كتير
كتير ناس عظيمين، ناس مفيدين، ناس بتعتمد فكرة مساعدة الدعم، كتير بتحب تدعم الطلاب، كتير بتقويهم فعلا. هن يعني عندهم إحساس بي فينا كشعب سوري، الحمد لله كتير مبسوطة فيها. شكرا. عشان تبدأ طريقك البحث العلمي مهم جدا إتقان مهارات الاي تي، ازاي تستخدم الكمبيوتر والتكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، تقييم الموارد المطلوبه في حاله وقوع ازمه، فدي تبقى من الاشياء المهمه جدا. هلا هذا مؤتمرنا هو مؤتمر العلمي الاول لمؤسسه اي دي اي تحت عنوان التعليم والبحث العلمي والصحه النفسيه في مناطق الازمات سوريا نموذجا. المؤتمر هو اجى من الحاجه لانه يكون في عندنا مؤسسات بحثي تعليمية محلية، يعني مثل ما بقول مثل أهل مكة أدرى بشعابها، يعني نحن بحاجة يكون نحن عنا مناهج، مقررات، أبحاث نابعة من ثقافتنا من مجتمعنا. المعهد طبعا هو صار له سنتين، هاي السنة عندنا تخريج أول دفعة، حيكون بعد شهرين إن شاء الله تخريج أول دفعة مرشدين نفسيين أو ما يسمى BSWs. هم أشخاص كانوا لديهم خبرة ولديهم خبرات تدريبية ولديهم خبرات عملية، ولكن ليس لديهم شهادة أكاديمية ولا خلفية أكاديمية علمية. جاء المعهد لكي يسقل هذه الخبرات ويؤطرها في شهادة أكاديمية، حيث يستطيع الشخص بعدها أن يمارس المهنة بشكل أكاديمي، وبهذه الطريقة ممكن للشخص أن يستفيد بأنه سوف يستمر في هذا العمل، وأيضا المجتمع لا يخسر هذه الخبرات مستقبلا. وهو ده هدف البحث العلمي، ان يرتى، وزي ما قالوا زمان انما الامم هترتفع به بالاخلاق والعلم. تقييم للبرنامج، تقييم لبرنامج مقترح هدفه تحسين الصحه النفسيه لدى المتضررين من الازمه. تمام. لو لقيت نفسك تستقل ده، اعرف ان انت بتمر بعلامه من علامات الاحتراق، فمحتاجين احنا